ما هو الوقت الأفضل في ختم القرآن؟ جمهور السلف على أن الأفضل والذي يلزموه عمليا هو أن يختم كل أسبوع، وهذا سهل لمن وفقه الله، صلى الله عليه وبلغنا وإياكم هذه يعني القدرة. وأضعف الإيمان شهر، وبعضهم أبلغها إلى 40، والقرطبي يقول والأربعون هذه ختمة العاجزين أو شيء من هذا القبيل. الله المستعان، لو يشوف بعض أحوالنا اليوم وبعض أحوال الناس اليوم لا يختم إلا من رمضان إلى رمضان، بحجة ماذا؟ والله مشغول، لا إله إلا الله. أي شغل هذا الذي يصرفك عن قراءة كلام الله عز وجل وختمه ولو مرة في الشهر؟ أتدرون كم يأخذ منكم الجزء أيها الإخوة؟ لا يتجاوز للقراءة المعتادة 1/3 ساعة، 20 دقيقة. اليوم فيه 1440 دقيقة، تعجز إنك تجد 20 دقيقة تقرأ فيها؟ بعض الناس يقول أنا مشغول مشغول مشغول، إلى متى؟ أنت خلقت عبد للدنيا يا أخي، املأ صحيفتك الأخروية، والله ثم والله إن الرزق الذي تركض له هو بيد من أنزل هذا الكتاب، هو بيد من تناجيه وتقرأ كلامه، فلا تطغى عليك ذا. كلنا نسعى في الأرض ونجتهد ونطلب الرزق وهذا مطلوب، لكن لا نكون عبيدا للدنيا وتلهينا إلى القدر الذي يمضي على أحدنا شهر كامل لا يختم فيه كتاب الله عز وجل. والمسألة يا إخوة والله ثم والله إنها يسيرة على من يسره الله عز وجل عليه، لكن تحتاج إلى همة وتعود، ثم خلاص يصبح الأمر إدمان، بمعنى أنك تشعر أن اليوم الذي مر ولم تقرأ فيه شيء من كتاب الله أنه يوم أغبر في حقك، يوم يظلم فيه قلبك. والله إذا قرأت القرآن في يومك تنجز من الأعمال ما لا تنجزه في أيام. من أعظم أسباب البركة في الوقت الحرص على قراءة القرآن، ولما ضعف اهتمامنا بالقرآن ذهبت البركة من أوقاتنا. وذلك أنا أقول لطلاب العلم، جميل جدا أن تجعل في بداية يومك نصيبا من وقتك للقرآن.